هذه الأخت أم عبد الله تقول: في العام الماضي والذي قبل مات والدي ووالدتي، ولم يترك من حطام الدنيا شيء، وأنا مدرسة راتبي فوق 15,000 وأريد أن أقدم لهم شيئا بعد مماتهما، ما الذي يصلهما بعد موتهما؟ الصدقة عنهما، تصدقي عنهما، وهذا فيه أجر عظيم، ويصل ثواب الصدقة إليهما إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى، وكانت من كسب طيب. نعم.